صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 13 لسنة 2024 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب الإيدز، وذلك بناء على عرض وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب الإيدز النص الآتي: تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب الإيدز، وتشكل برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من وكيل وزارة الصحة نائبا للرئيس، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة عضوا، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عضوا، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة عضوا، رئيس الشعبة العلاجية بوزارة الداخلية عضوا، مدير إدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم عضوا، رئيس التوعية والإرشاد بوزارة العمل عضوا، مدير إدارة الإرشاد الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية عضوا، مدير إدارة التلفزيون بوزارة الإعلام عضوا، مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب عضوا، مستشار الصحة العامة بوزارة الصحة عضوا، رئيس قسم مكافحة العدوى بالمستشفيات الحكومية عضوا، رئيس أطباء الأقسام التشخيصية بالمستشفى العسكري عضوا، رئيس إدارة الجودة والوقاية من العدوى في مستشفى الملك حمد الجامعي عضوا، رئيس قسم علم الأمراض بكلية الطب بجامعة الخليج العربي عضوا، رئيس مجموعة مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة عضوا ومقررا.